حتى ويا زهار ماكو مشاكل؟ ايه بناتنا هنا. لا ما عاد. صير؟ ايه بناتنا ماكو. شوية مرات. ايه ليش تصير مشاكل بيناتكم؟ تصير عصبية علي. تصير عصبي عليها؟ زين ليش تصير عصبي عليها؟ لا هي تصير عصبية. ها هي تصير عصبية؟ ليش تصيرين عصبية؟ ليش؟ شو يسوي لك؟ انا وليتها قرار على بسوي. شنو اللي يسوي؟ احكي لي. يخليك تصيرين عصبية. مرات من احكي يقول لي سكتي سكتي. قلت له ليش اسكت؟ بس انت تحكي بي وانا ما احكي. ما عندي بالرايم. والله ما عندي مشاكل. زين حسن تسكتي صار لي هواية ما عندي مشاكل. يا بابا حسن عندي مشاكل؟ ما عندك مشاكل؟ لا ما عندي والله. قاعدة ساكتة فوق. انا احكي على مود. يقول انا احكي على مودك. ما طلعوها ثلاث مرات؟ اي صار لها هواية ستعيدة قديمة. شلون راح نتعارك؟ زين سؤال. اي ياهو اللي يحب اكثر انت لو هي؟ انا احب اكثر. اه صحيح. ايوه لا اللي جبنا مسواك تفاح بستون شو تريد جبن بعد شو تريدين؟ مسواك كامل جبن ايدهم كلها فوق ايدهم بيا كل يعني مدللها. اي والله هي مدللتك؟ اي بالقران. لا ها هي بالساعه نوبه زينه نوبه تتنق تنق عليك. ليش تنقين عليه؟ مدلليك ويحبك ويخاف عليك. ها ها زين من يزعل منك انت تصالحي هو يصالحك؟ هو يصالحني. هو يصالحك؟ يا ابو جواد يعطيك العافية. زين لك نية تخرج من هذا الدار؟ وين روح؟ تروح تطلع البيت ابن بنت؟ ابد ابد ما اطلع. ما تطلع ابد. اخر من استاذ حسن. استاذ حسن ورقه راح اجيب لها مسواق اجي. هاي ما اطلع. اي صح ما يروح. تمام زين ما تطلعون تفترون؟ اي نفتر نزور. اي روح من حسن نكلم قريب علينا حسن من المديرة اخذ لي جاي نفتر نزور نجيب مسواق. انت تطلعين تفترين؟ اي اي بوحدش لو الا ويا عم ابو جواد؟ لا ويا الا ويا الا ويا بلابل بيناتكم اثنينكم. يعطيك العافية. الله يخليك.